بسم الله الرحمن الرحيم. أطلقت هيئة الماء التجاري والسياحي في الشارقة ميثاق السلامة، وهذا المشروع وهذه الشهادة تحصل عليها المنشآت الفندقية والمنتجات اللي موجودة في الوجهة السياحية إمارة الشارقة من خلال تقديمها واستيفائها لكل المعايير اللي موجودة في دليل الوقاية والسلامة اللي موجود وأصدرتها هيئة الماء التجاري والسياحي قبل تقريبا شهرين. طبعا هذا الميثاق، ميثاق السلامة، يعطي نوع من الثقة للزوار، لزوار الإمارة، أن هذه الوجهة السياحية تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة والإجراءات الوقائية والاحترازية في منشآتها، وهذا ضمانا لسلامتهم، سلامة زوار الإمارة والعاملين فيها كذلك. وهذا المجهود طبعا مشترك، والمسؤولية يعني تقع على عاتق الجميع من موظفين في حكومة الشارقة والعاملين في المنشآت الفندقية والجهات الشركات الخاصة في الإمارة، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى أن تستمر هذه الجهود ونتحمل جميعا هذه المسؤولية خلال هذه الفترة لضمان سلامة وصحة زوار إمارة الشارقة.